أكثر هؤلاء كما قلت مغاربة ومتشبثين بمغربهم وبملكية مغربهم وبملكهم. يا أخي، الملك أمير المؤمنين، وأمير المؤمنين لا يتعلق فقط بالمسلمين، يتعلق باليهود وبالمسيحيين وبكل كل أبناء المغرب. ثم هذه صورة شاهدناها لما استقبلتنا بعض الأسر في بعض القرى اليهودية في المنطقة، وجدنا صور محمد الخامس وصور الحسن الثاني وصور جلالة الملك أطال الله في عمره وحفظها جلالة الملك محمد السادس، وجدنا وكلهم يتحدثون أننا لن ننسى ما عمله محمد الخامس يوم قال للنازية ولإسبانيا، يوم طلب منه أن يسلم اليهود فقال لهم أنا ما عنديش يهود، عندي مواطنين مغاربة. هذه المواقف لم ينسها هؤلاء، لأن في الوقت الذي اضطهد فيه اليهود في كل أنحاء العالم لم يجدوا ملجأ إلا في المغرب الذي آمنهم واحتواهم. واليوم كما قالوا ويقولون نريد أن نرد جزءا من هذا الجميل للمغرب وملك المغرب. هذه أقوالهم، حتى كما قلت لك في وسط الكنيسيت من متطرفين، مثلا من حزب الشاص، من حزب الشاص الذي لديه موقف حتى من المفاوضات، كما تعرف لديه موقف من المفاوضات مع العرب والفلسطينيين، ولا يؤمن بهذه الأشياء، ولكن لما تناقش معهم مسألة المغرب تجدهم متشبثين بالمغرب ومتشبثين ويحكون لك بحنين وعاطفة وجيشة حول المغرب وحول علاقتهم بالمغرب وتاريخ أجدادهم في المغرب، كيف عاشوا في أمن وسلام. بل أكثر من ذلك يحكون لك بشجاعة، يقول لك نحن لم نغادر المغرب طواعية. أما من حيث الاستقبال، أقول لك كان استقبالا كبير، استقبال بفرح وببشاشة في كل المرافق التي دخلنا إليها. دخلنا لوزارة الخارجية فاستقبلنا استقبال أبطال، سمعنا كلام أنتم مغاربة إخواننا، هكذا قيل من يعني المتطرفين الذين لا يقبلون الحديث، وقالوها لنا مباشرة، قالوا نحن والمغرب سواسية ولن نسمح في المغرب والمغاربة. استقبلنا بالطمور، كما استقبلنا بتسليم تسبيح، استقبلنا بتسبيح صور القدس، استقبلنا بتقديم كهدايا المصلى، يعني الصلاية، هكذا سلموا لنا. أول ما نزلنا سلموا لنا الصلاية وسلموا لنا التسبيح وسلموا لنا صورة القدس، وقالوا لنا نحن وإياكم إخوة مهما اختلفنا في العقيدة ومهما اختلفنا في كثير من الأمور، ولكن نحن في نهاية المطاف إخوة. الإسرائيلي اليوم يعيش فيها أكثر من مليون مغربي، وهؤلاء المليون مغربي ليسوا أناس على هامش المجتمع، بل هم قادات عسكريون، هم قادات أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية. هؤلاء هو الخلفية الحقيقية للمغرب التي يمكن أن يعتمد عليها في إنجاح مفاوضة السلام ومفاوضة من أجل الوصول لحل للقضية الفلسطينية في إطار حل الدولتين. وهذا هو ميزة المغرب، وهذا هو الذي يميز المغرب عن بقية الدول، وهذا ما نريد. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب، بارتاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.